الفاينل يا احمد بتاع كره اليد اعتقد كنا يعني برضو كان اتقال كده النادي الاهلي لعب من غير محترفين. نادي الزمالك جاب محترف اعتقد كرواتي. بس هقول لك حاجه، عندنا محترف كان عندنا لعيب واحد بس والنادي الزمالك كان جاب محترف. لا احنا اللعيب اللي عندنا لعيب محلي من حماصه. حماصه حماصه انت من حقك اثنين مصريين واثنين اجانب وبالتالي لم يستعين النادي الاهلي على الرغم من عرض الامر على ديفيد ديفيز، ولكن هو اقر هو اللي قال انا مش عايز المجموعه دي، انا واثق في المجموعه اللي موجوده معانا وشايف ان احنا نقدر نكسب البطوله، وهو بالفعل قدر يكسب البطوله، وانا بشوفها بطوله الاهم خلال هذه الفتره، لان البطوله دي هي اللي بتوصل كاس العالم للانديه. عموما هنتكلم في هذه الامور، لكن ابدا بيك يا احمد، وزي ما قلت او زي ما بتكلم حتى هذه اللحظه انجازات مهمه وصعبه في نفس الوقت بتحققها العاب الصالات في النادي الاهلي واخرها بطوله تنس الطاوله. طبعا في البدايه طبعا كل التحيه كمان لقناه النادي الاهلي ان هي بتذيع المباريات، حاجه بصراحه يعني خدمه خمس نجوم، خاصه كمان لسه كان من يومين كنا بنتابع مباراه الاهلي والنصر الليبي وكنا فاتحين على الموبايل على البث المباشر، فانت كان بتتابع على السله على التلفزيون والبث المباشر كان الطايره، فكنا بنتابع على الموبايل وعلى التلفزيون. فبصراحه في الاول كل التحيه للقائمين على اداره قناه النادي الاهلي على اذاعه المباريات. خلينا نخش بقى في البطولات. النهارده النادي الاهلي بيوصل للبطوله رقم 17. البطوله رقم 17 وحتى كمان عاملينهم جرافيك النهارده 17 بطوله للنادي الاهلي في الاربع العاب جماعيه هذا الموسم. كره الطايره سيدات ومنها برضو هنناقش شويه حاجات، يعني عايزين نناقش منها شويه حاجات. اول حاجه كره الطايره سيدات ثلاث بطولات. احنا خدنا السوبر المصري يوم 26 فبراير 2024، خدنا الدوري العام وخدنا كاس مصر. ده في كره الطايره سيدات. كرة الطايرة رجال أخذنا ثلاث بطولات برضو نفس البطولات، بس إيه، خدنا السوبر المصري والدوري العام وبطولة أفريقيا. أوكي. دول في رجال في الطايرة، يبقى الطايرة العلامة الكاملة سيدات ورجال ثلاثة وثلاثة. بسم الله ما شاء الله. نخش في اليد. مشكلة بقى إن أنت لما بتسمع الأرقام دي ولا قدر الله لو حصل حاجة الأيام اللي جاية هيقول لك أحمد ثبت السبب. نقع على الفرقة. لكن أنا مش نقع طبعا، أنت بتقول أرقام. إحنا بنقول أرقام ولازم نرصد البطولات دايما بتاعة النادي ولازم نبين كل البطولات اللي النادي بياخدها. ومرة تانية أنا بقول لأنه بالذات الألعاب الصالات يا أحمد ويا كريم عندنا فيها قصة كبيرة جدا، إن هي ميزانيتها كبيرة جدا وخلينا نبقى واضحين إن هي ما بتجيبش العائد مش قوي قوي زي اللي مصروف عليها، ولكن عندما تسأل من اول رئيس النادي لغايه اصغر عضو في مجلس الاداره، والكلام ده حقيقي والله اقسم هذا كلام حقيقي، لما باجي اسال اي حد فيهم يقول لك اسلام سعاده جمهور الاهلي اهم من اي فلوس واهم من اي اقتدار، احنا بنظبط وبنعمل وبنجيب من هنا وبنجيب من هنا علشان نظل بهذا الامر، وفي نفس الوقت الدور المجتمعي اللي بيعمله النادي